كان عنده الضرر في الكوفيد درنا تقليص العمل 60 يوم يعني 10 شهور وحنا دايرين تقليص العمل. كنتفاجئوا دابا بانه هو السيد رافع علينا دعوه ديال افراغ، لان الشيء هو كيقول لك بان الشركه كارهه. كيفاش صاحب الملك كيكري شركه لنفسه؟ شاد البلاده، شاد السذاجه، اش كيعتبرنا هو؟ حنا راه في دوله الحق والقانون، وهذا السيد اللي قال لنا انه هو كاري الشركه لمن كاريها، بغينا نعرفوا هو لمن كاريها، ويمتى تحكمات ويمتى تنفذات. لا يعقل ان السيد كاري الشركه بشحال، ب 14 مليون لاربعة شهور وما يخلصهاش، والشركه كانت كتدخل ما يزيد فوق على 800 مليون 800 مليون شهريه، والكابيتال ديالها راه ممكن انكم تدخلوا الموقع الرسمي ديالها وغتعرفوا بان طالع بزاف. شركه كانت عالميه، عندها الايزو، عندها الجوده العاليه، صيفطنا البطوات الالمانيه، صيفطنا من افريقيا، المغرب، من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الجنوب، كل بطوات اي شارع عندنا ديالنا هنا. كنا هنا هما رقم واحد في المغرب. حنا كنطالبوا غير بحقوق ديالنا، ما كنطالبوش بشي حاجه كثيره، يعطينا غير الاجر ديالنا ديال 3 اشهر ديال جوج العطال، ونعرفوا المصير ديال الشركه. ما الشركه الناس المختصين بالارض اللي عندهم هو نزع الملكيه معاهم عوضوه، عطاوه الارض وعطاه عطاوه الدعم باش يمشي يبني. علاش ما بغاش يبني؟ علاش؟ علاش ما بغاش يمشي يبني؟ لانه هو عينه في شردنا، خدا فلوس الدعم وخدا فلوسنا حنا، الحقوق ديالنا حنا واخدها. هاد السيد اش كيتسنى منا؟ اشنو كيتسال؟ الخدمه باقا لحد الساعه، خدامين دابا حنا لحد الساعه باقا الخدمه، ووقفناها على هذا الشيء. صاحب الشركه اللي عاطي الخدمه اليوم جا اليوم الصباح كيسول على الخدمه، كيقول لك عندي الروطار ديال 15 يوم. قلنا له اخره هما اللي موقفين، راه ما كاين حتى واحد في الاداره. مع من حنا غادي الحوار؟ ما كاينش. حنا منادير ديال العمال، كنا واسطة ما بينه هو وبين العمال، حنا كنا كنسكتوا العمال وهو كان كيكذب علينا. السيد كذب علينا بما ما يكفي، وحنا كنسكتوا العمال. أن حنا اضطرينا أن 10 18 واحد مؤخرا ريحناهم عطلة السنوية ديالهم بدون أجر، مدوا معاه حتى فلس. كيفاش ولي يعقل أن واحد مخلص شهرين وغيمشي يريح كونجي بدون فلس؟ أشنو بغيتي الحاج من عندنا؟ أشنو بغيتي؟ أنت كتعتبر راسك حاج ومشيتي للحج كما كتقول 5 المرات، وعندك عمره معاون تي مسجد في عين السباب 700 مليون، ما تعاونش اسيدي، ما تعاونش المسجد، المسجد عنده مولاه اللي غيبنيه، اعطينا حنا رزقنا، حنا كنطالبوا غير برزقنا. هذاك الحج اللي مشيتي ليه 5 المرات ومشيتي 5 العمرات، ديره هنا، كاينين الناس سير على السبيطارات اللي محتاجين عمليات، علاش غادي انت حجه وحده راه كافيه، ولا كتمشي تبدل السميه؟ ما واكل لك حتى حاجه. غدا امام الله غنتخاصموا معاك، انا ما غنسامحش لك في حقي. هاد الناس كاينين 86 واحد، 86 واحد الا ضربتيها في 5، لان كل واحد عنده عائله، غتعود 600 شخص كلهم هادو كيطالبوك غدا امام الله. شردتيهم، جوعتيهم. انا عندي ولادي كانوا في مدرسه خاصه، بسببه هو خرجتهم من الخاصه ودخلتهم للعامه، لانه هو كيماطني فلوس من كوفيد، حشومه عليه. اش بغى عندنا؟ شنو بغى عندنا من هذا السيد؟ خدمنا معاه بما يرضي الله، بما يرضي الله. شنو بغى؟ يقول لنا هو شنو بغى؟ قلنا لي على اساس انك بغيتي تقوي الشركه تفاهم معنا، ريح في الطاوله، قول لنا اذا كانت المحكمه غتعطيني 10 اعطيني انت 4 ونمشي بحالي، ما تشوفنيش وما ندعيكش، ولكن باش تشردني وتجوعني حرام عليك، حرام عليك. انا غدا امام الله ما غنسمحش ليك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعرضنا للتشرد وتعرضنا للاهانه من بعد واحد السنين ديال العمل مع هذا السيد هذا. احنا خدامين، فاذا بينا كنتفاجئوا بقرار ديال الافراغ. شكون داعيه؟ شكون اللي داير هذا الشيء؟ ما فهمنا والو. احنا خدامين، هذا جاوا الناس ديال المسؤولين قال لك لا غتخوي الشركه. علاش غنخوي الشركه؟ حنا ضاربين فيها سنين، هاد الشركه ما كانت والو.
حنا خدمنا في الشتاء، خدمنا في الشمس، خدمنا ما كانش ما عندهاش حتى السقف ما كانش، وخدمنا فيها، وهذا هو الجزاء ديالنا. انسان يضرب هاد السنين كامله، وحنا في دوله الحق والقانون، كاينين الناس مسؤولين. من هذا المنبر كنوجه نداء صاحب الجلاله، الله ينصرك سيدنا والله يخلي لك وليداتك، وكنوجه نداء للناس المسؤولين على هاد البلاد، راه حقوقنا مهضومه. واش حنا في دوله الحق والقانون ويخرج المواطن بحال ما هكا الى هاد الحاله؟ فين غنمشيو؟ انا عندي دابا تقريبا 52 عام، انا خرجت من هنا، شكون غادي يقبل عليا؟ فين غادي نمشي؟ راه المصير ديالي هو التشرد، راه المصير ديالي هو التشرد. وسيدنا راه حاشا واش يقبل هادشي، راه حاشا واش يقبل هادشي. الله يجازيك بخير سيدنا، الله يجازيكم بخير الناس الحرار اللي عندكم الغيره على المواطنين، واللي عندكم غيره على هاد البلاد. الله يجازيكم بخير، تدخلوا في هادشي باقرب وقت، لان هاد الناس هادي 76 واحد كلها غيكون المصير ديالها الضياع. فين غيمشيو؟ كاين مسكين الانسان مريض، لا تغطيه صحيه، لا سيرونس، لا لاكيس، داكشي ما عرفناش خويا، وصبرنا معاه وضربنا معاه تماره، لدرجه اننا خدمنا عيد، خدمنا عواشر، ما كناش كنريحو على لسانه هو. الشركه كانت كتدخل قال لك ما بين 700 حتى 800 مليون في الشهر، وكيفاش هو يكريها بجوج المليون؟ راه البلاده هذه، راه الانسان ما يدخلهاش العقل، واخا يكون مسطي. انت كتدخل شركه فيها 800 مليون تنوض تكري انت بجوج المليون، راه خرجها للعقل هذا. ما كنت فيها واحد 30 عام، هاد السيدي هذا انا كنت معاه، ما كاين هاد الشيء، كنعرفو غير هو، ما كنعرف لا كاري لا والو، هو بصفته ديريكتور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.